مساء الخير، حلقة جديدة من ريبلاي اليوم رح نحكي فيها بالجزء الأول مع مدير سبورتس أكاديمي سكول جورج عسيف عن موضوع المتطوعين اللبنانيين بالألعاب الأولمبية بباريس 2024. رح نحكي عن موضوع العداء نور الدين حديد ونحكي شوي كمان عن الرياضة ككل. بالجزء الثاني رح يكون معنا المستشار بالقانون الرياضي الدولي والناقد الرياضي المحامي رالف شربل. رح نحكي نحن وياه عن كأس الأمم الأوروبية، عن كوبا أمريكا، وعن انتصار قانون جديد له بالمحاكم الرياضية الدولية. خليني رحب بالأول بجورج عسيف بالجزء الأول، أهلا وسهلا فيك. ميرسي إلي. كيف طلعت فكرة تطوع اللبنانيين بأولمبياد باريس؟ يعني قبل أولمبياد لندن، أولمبياد بكين، ما شفنا أنه في متطوعين لبنانيين. كيف بلشت الفكرة وهل هي قديمة ولا جديدة؟ هذه الفكرة انطلقت من سنتين. السفارة الفرنساوي انت لأنه الألعاب الأولمبية هي رح تصير بفرنسا، سو طلعوا بالألعاب الأولمبية الكوميتي هونيك طلعت شيء اسمه تير دي جو، يعني أرض الألعاب. بأرض الألعاب شو في؟ كل سفارة برات فرنسا بتاخد إذا بدك بروجكت على عاتقها، وبيناتهم إذا بدهم يحضروا من الدول الموجودين فيهم متطوعين تيشاركوا الألعاب الأولمبية. وعطيت تشانس لكل سفاره يحضروا 10 متطوعين موجودين، اكيد لانه بلد نحن لبنان بلد فرانكوفون وعندنا مدارس كثير فوق ال 200. هن بس للدول الفرانكوفونيه ولا كل الدول؟ لكل الدول، بس اكثر شيء يعني اللي بهمهم هن الاشخاص المتطوعين أكيد. اللي بيحكوا الفرنساوي طبعا. ونحن بطبيعه الحال اللبنانيه بنحكي 3 لغات، سو كان عندنا هذا كمان افونتاج لهذا الشيء للشباب اللبنانيين. سو انطلق المشروع من سنتين، تبنت المشروع السفاره، والشكر اكيد بيرجع السفاره الفرنسويه، لاساس نبلش بعشر اشخاص. عملنا انترفيوز نحن كسبورتس اكاديمي سكول، كنا المعنيين بهذا الموضوع. هن كلفوكم فيها؟ كلفونا مزبوط أوكي. كلفونا تنعمل هذا الموضوع، صار فيه لجنه ووزعنا على المدارس التابعين للسفاره الفرنسويه يلي بيحكوا اللغه الفرنسويه، ناطقين اللغه الفرنسويه بكل لبنان. مين حابب يقدم؟ تقدم تقريبا 150 شخص، قدموا فيديو صغار، ومن هول الفيديوز بينوا، سألناهم ليه بدك تكون متطوع، تحضروا اكيد مع الاساتذه تبعهم، ودوا لنا الفيديوز. صار في دراسه لهول الاشخاص، لهول التلاميذ اللي كان عمرهم 16 سنه بوقتها، لانه هو مفروض متطوع يكون فوق 18. نحن قلنا بناخذهم من صف السكوندير، يعني يا سكوند يا بريمير، عمرهم 16 سنه بيوصلوا اول سنه جامعه بيقدروا يروحوا يكونوا بباريس. منهم نقينا 30، وقلنا نحن هول بدنا نشتغل على هول 30، لان انت بتعرف مده سنتين طويله والالتزام صعب لتلاميذ مدرسه تيكونوا عم ينعملوا. بس في موتيفاسيون انه العاب اولمبيه. هلا هن على خلفيه، يعني على اي اساس اخذتون؟ على خلفيه رياضيه ولا على خلفيه سقفتهم او قدرتهم على التطوع؟ اثنيناتهم. يعني اول شيء بدي اقول بالفيديو ليش حابب كان يروح يكون متطوع، كل واحد شرح انه انا بحب السبار، انا بحب كون مع العالم، وكله باللغه الفرنسيه لانه البرايورتي كانت للاشخاص بيحكوا فرنسي. من وقت صار في 30 شخص حطينا لهم البروجرام نحن على مده سنتين فورماسيون مع السفاره. بوقتها كمان بعد شهر صار في احتفال بالسفاره الفرنساويه، وطلبنا من السفيره انه هذا العدد ال10 اشخاص يعلوه، وعدتنا انه رح تجرب يطلبوا لل 30 من اللجنه المنظمه الالعاب الاولمبيه بفرنسا، ووافقوا انه حضروا 30، ووقت ينفتح المجال على المنصه يقدموا بنشوف قد فينا ناخذ فوق ال10. اوكي. حضرنا نحن 30، بقي منهم لهلا 22. بعد سنه انفتحت المنصه، قبل بسنه بيفتحوها، قدموا هول 22 وانقبلوا كلهم. انتم على اي اساس اخترتوا؟ يعني انتم كسبورتس اكاديمي سكول على اي اساس، شو الكريتير اللي اخذتوه لنقيتوا من بين هاللي تقدموا هال 22 واحد؟ اول شيء كان احنا طلبنا منهم بده يقدر يحكي مينيموم دقيقه ونص على فرد سحبه قدام الكاميرا مصور حاله، تيعمل مثل موتيفيشن لاتر موتيفيشن، ليه انا بدي اكون بالالعاب الاولمبيه، شو بيمثل لي الالعاب الاولمبيه، شو الباك جراوند تبعي بالسبور، وكلها بدها تكون بالفرنساوي. اوكي. كان في اشخاص معنا من السفاره الفرنساويه، نحن كنا مقسمين لثلاث مجموعات، جروب من السفاره الفرنساويه وجروب من فرانس فولونتير الان جي او يلي هي معنيه بكل شيء متطوعين موجودين حوالي العالم تابعين لفرنسا، وفي عندهم مركز اكيد بلبنان بالسفاره الفرنساويه، وعيد على اساس تنقوا. اوكي. وتنقوا كمان جربنا يكون 50% بنات 50% شباب،
تنراعي كمان المساواة يلي هي الطالبين فيها. طيب. أكيد باريس. هون السؤال، هل فرنسا هالدولة العظمى بحاجة لمتطوعين ولا كانت عم تعملها نوع من إذا بدك تحية لهالشعوب الفرنكوفونية أو لشعوب العالم؟ أكيد منا بحاجة لمتطوعين، بس هي ضمن الثقافة الأولمبية أنه الشعوب تتلاقى بمحل واحد وتبين فرنسا أنه هي منفتحة على كل العالم. هذه أول ألعاب أولمبية بتعتمد هذا الموضوع؟ هن المنصة عادة بتكون منفتح لكل العالم، بس بتكون يوجولي بتكون 90 ل 95% من أولاد الدولة. نحن رح يكون في تقريبا، يعني فرنسا أول دولة بتفتحها لناس غير مواطنين، تفتحها أكثر لناس غير مواطنين بعدد أكبر. أكيد. هل خضعوا لدورات معينة بكيفية التواصل؟ لأنه بتعرف كمان في عرب رايحين على الألعاب الأولمبية، واللبنانية مثل ما قلت بيحكوا ثلاث لغات، واللغة الفرنسية بفتكر بعد عندها تقل كتير كبير بلبنان. أكيد. هلا نحن ثلاث أرباع المدارس بلبنان بعدها تابعة للغة الفرنسية، تابعوا نحن سنتين عملنا مدارس وجامعات كمان. مدارس وجامعات، نحن بظرف سنتين عملنا لهم كذا فورماسيون من اللغة، من التواصل، من اكيد درس الثقافه الفرنسويه، لانه هن رايحين على بلد غريب. يعني عملنا لهم اخر فورماسيون عملنا لهم اياها من وقت ما يوصل على المطار بفرنسا، شو لازم يعمل، شو القصص اللي لازم ينتبه لها. سو هول كله عملنا لهم نحن فورماسيون عليهم، عملنا لهم فورماسيون سكوريس مسعفات اوليه، اوكي، فورماسيون عن المناطق بفرنسا، لانه رح يكونوا هن بكذا منطقه موجودين بفرنسا. حطيناهم بفورماسيون ديريكت، وتحيه هون للاتحادات اللي استقبلتنا مثل الباسكتبول والعاب القوى، حطيناهم بفورماسيون معقوله تصير عندهم اياها، مثل مثلا جيستيون للجمهور، سواء قعدوا مع الجمهور، حطيناهم مع الميديا، حطيناهم مع كل شيء خاصه مثلا مع العاب القوى والبروتوكول. سو حضرناهم نحن على كل الاصعده. واذا بتشوف هلا اللبنانيه الموجودين، لانه نحن انقسموا لمجموعتين، فرانس فولونتير اخذتهم شيء اسمه سيرفيس سيفيك. شو السيرفيس سيفيك؟ شباب بيروحوا قبل ست شهور من الالعاب الاولمبيه، بينحطوا مع جمعيات، بيعملوا تريننج هونيك، قاعدين عندهم سالري، سمول سالري، بوكيت ماني لالون، وبنفس الوقت بيشتغلوا بشيء خاصه بالرياضه. ومبين انه الشباب اللبنانيه اللي حضرناهم عم يجينا فيدباك انه هن الافضل، هن الافضل بتطبيق القصص اللي علمناهم اياها بصرف سنتين مع السفاره الفرنسويه وفرانس فولونتير. شو بيستفيد المتطوع غير انه حلم كل واحد حلمه انه يكون جزء من دوره اولمبيه؟ يعني هل عنده استفاده ماديه ولا بس انه انا تطوعت بالالعاب الاولمبيه وكنت بباريس 2024؟ الحلم هو اذا بدك حلم كل شخص لاعب وكوتش ومانجر يكون بالالعاب الاولمبيه، وهذا الحلم لألون هو الأساس، أنه نحن رايحين على أهم حدث بالعالم نكون موجودين مع أفضل لعيبة بالعالم، عم نكون بس اللي تركوا ست شهور، تركوا مدارسهم أو جامعاتهم أو حياتهم وعائلتهم، هن كانوا عارفين هذا الشيء، وهذا تشانس مرة بالحياة رح يصير. أي. إلي يعني كل شخص من اللعيبة للكوتشية للإدارية يمكن يصير لهم مرة بالحياة يكونوا عم يكونوا بألعاب أولمبية. هذا أول شغلة. ثاني شغلة، الفورماسيون اللي عملوا إياها الإكسبيرينس رح تنقلهم على الصعيد الفورماسيون بروفيسيونيل بنسميها. نحن الرياضه منه بس لعب وتدريب ومانجيريال، في عندنا كذا شغله بنسميها نحن اذا بدك الجوبز اراوند سبورتس، وحده منهم هن يقدروا يتطوروا على الصعيد الشخصي، وبلاس رح ينقلوا هالخبره على لبنان، نحن رح نستفيد منهم اكيد بلبنان. هيدا اللي بدي اسالك اياه. اول شيء، شو انعكاسها على التنظيم بلبنان مستقبلا؟ يعني نحن اليوم نظمنا دورة عربية، نظمنا كأس آسيا بالفوتبول، ولا مرة نظمنا دورة العربية منيحة، بس أنه مش بحجم ألعاب أولمبية طبعا. هلا هول الأشخاص رح يصيروا ليدرز أنا بسميهم، بعد ما يكونوا تابعوا هيك حدث يعني كبير، ممكن يشتغلوا باتحادات أو بنوادي بالمستقبل. 100%. هيدا كان الهدف، ونسميه نحن الافتر ذا جيمز. يعني شو الهدف من السفارة الفرنساوية؟ أنه هول الشباب يصير عندهم اكسبيرينس بهيك العاب وينقلوها على لبنان، تاع كل حدث رياضي بيصير بلبنان يكون هن عم بيساعدوا فيه وعم يعطوا الاكسبيرينس اللي اخذوها باهم حدث بالعالم اللي هو الالعاب الاولمبيه. رح يكونوا بس بالالعاب الاولمبيه ولا بالبارا اولمبيك كمان؟ بالبارا اولمبيك كمان، يعني مطولين. في اشخاص، ما هو في اشخاص قبلوا يكونوا بالالعاب الاولمبيه والالعاب البارالمبيه، رح يكون عندهم فتره جمعتين ثلاث جمع توقيف بيكونوا موجودين هنيك، وفي اشخاص طلبوا يكونوا بس بالالعاب الاولمبيه واشخاص بالالعاب البارالمبيه حسب اكيد
الاوقات تبعهم بتسمح لهم لانه والجامعات والجامعات. جورج، سبورتس اكاديمي سكول، ليش هالثقه فيها من السفاره الفرنسيه؟ يعني عم تنظموا اليوم الاولمبي بالاشتراك مع السفاره الفرنسيه كون الالعاب الاولمبيه بباريس. قبل كنا نشوف اللجنه الاولمبيه اللبنانيه هي عم تنظم اليوم الاولمبي، اخذتوها اكثر على مدارس وعلى جامعات، شو السبب وشو هالثقه فيكم؟ هلا نحن من وقت ما تاسست سبورتس اكاديمي سكول، اكيد مع دكتور زين امينه العلاقه قديمه مع السفاره الفرنسويه، خاصه انه كانت مع الجامعه الانطونيه، وهيدا العلاقه كملناها نحن كسبورتس اكاديمي سكول، وبرهنا نحن كاول مدرسه تكنيك بتخرج مدربين ولاعبين ولاعبين بالصعيد المهني تفوتوا على الجامعات، انه نحن محط ثقه لهالسفاره الفرنسويه. بلشنا معها على بروجيت صغيره وكل سنه كانت عم تعطينا بروجيت اكبر، سفاره ما بتيجي بتعطيك بروجيت كتير كبيره. هلا للنهار الاولمبي نحن كنا عم ننظمه اكيد تحت غطاء الكوميتي الاولمبي اكيد، وعلى وبالجامعه الانطونيه. كوميتي اولمبيك عم تشيل عنا انت؟ ما عم نشيل عنا هذا الحدث. نحن وقت كنت العاب اولمبيه كل في هذا الحدث الاولمبي بيصير كل مدارس لبنان لازم تلحق وكل جامعات لبنان، ونحن عم نعمل عم ننظمه مع للمدارس يلي ما عم يطلع لهم الحق اذا بدك كثير التشانس يقدروا يعملوا اكتيفيتيز، عملناه تحت غطاء الكوميتي الاولمبيك واكيد بتغطيه السفاره الفرنسويه واعراض الجامعه اللبنانيه الجامعه الانطونيه. نحن لما الجامعه الانطونيه الفاسيليتيز ما فينا ننظم اكيد حدث. بدك منشآت كبيره. طيب اللجنه الاولمبيه شو دورها بموضوع المتطوعين تحديدا؟ نحن انت بتعرف كل شيء خاصه بكلمه اولمبيكس اللجنه الاولمبيه مجبورين نحن نكون عم نشتغلوا تحت غطاء الكوميتي الاولمبيك. وصراحه من اول نهار طرحنا المشروع عليهم حبزوا كثير الفكره، وعملنا ميتنج بالسفاره الفرنسويه تحت غطاء الكوميتي الاولمبيك وبالتعاون معهم، ولا مره كنا عم نطلب منهم شيء قبل ما يكونوا معنا موجودين هن بهذا الحدث. ليش انعطاها هالاهميه الكبيره؟ يعني اعلاميا كل التلفزيونات بلبنان وسائل الاعلام عم تحكي عن هيدا الموضوع. سالتك بالاول اذا هي اول مره بتصير، يبدو انه ايه ما في دول قبل عملتها، فرنسا اول دوله بتعملها. ليش الاهتمام الكبير الاعلامي؟ يعني صار الاهتمام بالمتطوعين اللي رايحين يشاركوا بالالعاب الاولمبيه أكثر من أحداث رياضية بتصير بالبلد، وأكثر من اليوم الأولمبي، وأكثر من مشاكل اللجنة الأولمبية. خليني أقول لأنه هذا بعد نعتبره نحن السفارة الفرنسية بعتقد بتعتبره أنه أكبر حدث لها، هي عم تجرب تساعد فيه الشباب اللبناني تتقدر تنقلهم وتحطهم، مثل ما كمان ودت 16 شخص من الدفاع المدني. هلا رح اسالك عن الاطفائيه، حكي السفير مجروع عنه. مزبوط، يعني السفاره الفرنسيه على طول داعمه للشباب اللبناني وهي مشكوره. طيب تكاليف هذا المشروع اللي استمر سنتين، بتعرف نحن اليوم عندنا وضع اقتصادي سيء، عندنا وضع امني وسياسي سيء، تكاليف هيدا المشروع، الفورماسيون اللي انعملت لهول المتطوعين، ملاحقتهم يوميا، كل المصاريف الكامله تبع هالمشروع مين تحملها؟ ساس ولا اللجنه الاولمبيه او السفاره الفرنسيه؟ تحملتها بالشق الاكبر هو السفاره الفرنسويه. شو يعني بالشق الاكبر؟ يعني انت في عندك قسم ماديا ما كان حدا بيقدر يتحمله، السفاره الفرنسويه كانت حاطه بادجت، سبورتس اكاديمي سكول قدمت ان ريتور كمان شقفه منها تيقدر يوصل المشروع، والشكر الكبير كمان اكيد للجامعه الانطونيه يلي قدمت الفاسيليتيز على مدار 3 سنين ببلاش. يوجوالي نحن هذا الكوست الكبير اللي بيكون، سو السفاره الفرنسويه غطت الاشخاص اللي بدهم يحكموا، بدهم يساعدوا، التياب تبع الاولاد لانه المدارس ما كان معها تدفع، دفعت للترانسبورتيشن سم تايمز للمدارس قدروا يجوا، سو التكاليف كانت كلها لوجستيه، ما كان في تكاليف. عم نحكي عن المتطوعين ولا عن اولمبيك دايز؟ عن الاولمبيك دايز. اوكي. المتطوعين التكلفه كلها كانت السفاره الفرنسويه لسفرهم اكيد، التريننج كان شقفه منه عم تغطيه سبورتس اكاديمي سكول باللوجيستي تبعهم، نحن يعني نحن ما بناخذ الريتور متى نعمل تريننج فورماسيون، الاساتذه موجودين عندنا، الاشخاص موجودين، الاداره عم تعمل لهم، بس كل الشقفه الكبيره كانت السفاره الفرنسويه. السفارة الفرنسوية متحملة كل التيكتس، كل القعدة هونيك، هندي السفارة الفرنسوية. وفي بيطلع لهم شيء بدل مالي هيدول الشباب ولا يعني ارجون دو بوش خليني اقول او مصروف يومي؟ هو بالمبدا تبع المتطوعين لا ما بيطلع لهم. هلا في شكر كمان للمريدو كانزيام يعني بفرنسا يلي كمان هي قدمت 10 تيكت لهول المتطوعين وبلس قدمت لهم ترويق او عشاء. يعني هن مطرحهم موجودين. سو لانه الميريديو كانزيام
بتحب كثير اللبنانيه، ثلاث ارباع اللبنانيين موجودين بالكنزيام، يعني كنزيام اروندسمون، وبلاس المسؤول عن الميري دو كنزيام مثل ما فهمنا انه مرته لبنانيه وبحب كثير لبنان. سو الاشخاص الشباب الرايحين عارفين حالهم انه هن ما بيطلع لهم بوكيت ماني، بس مأمن لهم كل شيء، لانهم بحاجه يدفعوا شيء. مبسوطين بهالاكسبيريانس؟ هلا بعرف انه العاب اولمبيه وكله رح يقول لك ايه، بس عارفين شو ناطرون؟ يعني انتم حضرتون على انه في 15 يوم او اكثر بين البارا اولمبيك وبين الاولمبيك، فيهم تعب يومي وفيهم تعاطي مع ناس وثقافات ولغات وناس يمكن اول مره بيجوا على دوله مثل باريس مثل فرنسا. نحن قدرنا حضرناهم قد ما فينا، لانه ما عندنا حدث مثل الالعاب الاولمبيه بيصير على مده طويله، سو جربنا نحطهم قد ما فينا بسيتويشن قريبه كثير لهم، وحطيناهم تحت ضغط، وهن عارفين يعني هدول الشباب صار عمرهم 20 و21 سنه، الناس عم يعملوا ميدسين، سو صار عندهم ضغط اذا بدك بيتحمل ضغط لبنان. بعتقد ليش تحت ضغط لبنان موجود بلبنان بيقدر يقلع مطرح ما كان. عندي هون كمان سؤال بهذا الاطار، حكي السفير مقروبي اخر، هلا رح نشوف فيديو انا وياك عن هذا الموضوع، حكي عن كمان حضور 16 رجل اطفاء من يلي ساهموا باخماد الحرائق وقت جريمه انفجار مرفق بيروت. إلها دلالات كثيره هيدي، ليش هول الاشخاص مش غيرهم؟ صراحه ما بعرف، هذا بروجي كان لحاله، نحن ما دخلنا مشكله ما خصنا فيه، يعني نحن كمان إن كنا عارفين في هيك بروجي، بس ما كنا عارفين العدد اللي السفاره رح تتكلف فيه وتودي تيشاركوا هونيك، وبعتقد كمان انه في مثل العاده يعني السفاره الفرنسيه بتحب لبنان وعم تعمل ريتيرن للبنان بهالطريقه. جورج، بصراحه هالبروجي قد ايه بده ينعكس عليكم كسبورتس اكاديمي سكول؟ لا يعني خليني اقولها مثل ما هي، يعني عم تعملوا دعايه كثير كبيره لساس. هلا نحن الدعايه كانت مثل ما قلت لك، نحن بايونير، نحن بهذا الدومين، يعني وقت حطينا هذا الكوريكولوم بالدوله اللبنانيه ما كان موجود، واوريدي عندنا اسمنا صار موجود نحن بلبنان. اكيد الشغل هو بيحكي عن حاله، يعني احنا ما عملناه كرمال الدعايه، عم نعمله لانه مامنين انه هيك بروجي رح يفيد اللبنانيه وقت بده يسافروا على فرنسا ويمثلونا، وجربنا قد ما فينا نوصل لهم احسن فورماسيون يلي بنقدر نعملها نحن، ونحن شغلتنا اذا بدك نطور لبنانيه ولاعيبه ومدربين وكادر حوالينا. نحن بحاجه لاداريين ولمنظمين كثير بالبلد، يعني نحن على طول بنقول هالمشكله الاساسيه اللي عندنا اياها. بصراحة سؤال شيطاني شوي، في ستة وستة مكرر بالموضوع؟ لا أبدا، نحن لحقنا إذا بدك مش أنتو بركي السفارة، لأنه بدها ما في منه، ما في الشغلة الوحيدة اللي كنا لحقناها نحن الجندر إيكواليتي، أكيد هيدا صار شيء نص بنات نص شباب، وجربنا ناخذ من كل لبنان ونحن بهذا المشروع تخطينا ستة وستة مكرر، وأنا قلتها بكلمتي، تخطينا الدين تخطينا المذاهب، ما فكرنا ولا مره بالاسم، بالفيديوز وقت بدوا لنا اياهم بيقولوا اسمه بس نحن ما بنسال وما بنشوف مين. اوكي خليني اشوف انا وياك والمشاهدين روبورتاج وبنسمعه بالصوت والصوره، قطع بنشره اخبار الاو تي في نهار الجمعه المساء عن حفل التكريم والتخريج، بنشوفه انا وياك وبنرجع لحديثنا. نظم المعهد الفرنسي ببيروت احتفال تكريمي للمتطوعين اللبنانيين المشاركين بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس بين 26 تموز و11 آب، ودورة الألعاب الأولمبية البارا أولمبية اللي رح تصير بين 28 و8 أيلول المقبلين بحديقة الأنصلية الفرنسية ببيروت. حضر سفير فرنسا بلبنان إيرفي ماجرو، رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيير جلخ، الدكتور رجا لبكي ممثلا وزير الشباب والرياضة جورج كليس، مدير سبورتس أكاديمي سكول الدكتور جورج عسيف، وعدد من أركان السفارة والمعهد الفرنسي والمتطوعين وأهليهم وعدد من أبطال وبطلات الرياضة اللبنانية. ماكرو ألقى كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن بدء العد العكسي لانطلاق أولمبياد باريس 2024، كما أعرب عن سروره لمشاركة أكثر من 20 متطوع ومتطوعة من لبنان بتنظيم الألعاب الأولمبية، وأعلن عن حضور 16 إطفاء لبناني من يلي ساهموا بإطفاء الحرائق يلي اندلعت بعد انفجار 4 آب 2020 بمباريات ضمن مسابقات الأولمبياد. بدوره تحدث الدكتور عسيف، فقال أنه شرف كبير أنه نكون حاضرين هون، وبدي أشكر السفارة
السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي واللجنة الأولمبية على دعم مشروع المتطوعين يلي كان ناجح، ومشروعنا يظهر أن الرياضة لا تنحصر باللاعبين فقط بل بالمنظمين والإداريين، وشعار أولمبياد باريس هو الحرية والمساواة والأخوة. بعد وزع كبار الحضور الشهادات على المتطوعين بأجواء احتفالية. جورج، وزارة الشباب والرياضة في عليها انتقادات كتير اليوم، بيقولوا انه موجودة ومش موجودة ماديا، منا قادرة تعمل شيء. كان لها دور الوزارة ولا بس لانه وزارة يعني ومعنية بالرياضة كان موجود ممثل الوزير؟ هلا يعني الوزارة وضعها بلبنان معروف، نحن اكيد ما فيها ما عندها البوفوار نحن الماديا اللي عم نحكي عنه، واكيد هن الوزير كان موجود كل الوقت يعني ممثلينه تيدعموا هدول المشاريع. شو رايك انت كعامل بالرياضه اللبنانيه اليوم بالبعثه اللبنانيه اللي رايحه على الاولمبياد؟ رح نصير تقريبا ب 13 رياضي، يمكن تكون هيدي اكبر بعثه بتاريخ لبنان من وقت ما صار في تصفيات وارقام تاهيليه وبطاقات دعوه. من اي ناحيه؟ كل النواحي يعني. اليوم بلد صغير عنده كل هالمعاناة الاقتصادية، عنا أمل بميدالية مع ري باسيل، يعني مش رايحين مثل ما كانوا يروحوا قبل سياحة وسفر. يمكن أكيد المتطوعين غير موضوع، بس عم بحكي كأتلات اليوم 13 شخص منا هينة يعني بتاريخ لبنان مش صايرة. يمكن هلا أكيد الشيء الحلو بهيدي البعثة انه بطلنا مثل ما عم تقول انت عم يروحوا لعيبه بس ليمثلوا لبنان، اصلا القوانين منعت هيدا الموضوع منعت، وبعد في عندنا نحن تمثيل بمطارح معينه للافضل بيكون باللعبه حتى لو ما كان عنده كواليفيكيشنز، بس الحلو انه في اشخاص مؤهلين عملوا الستاندردز، وهذا اهم شيء. يعني انت وقت تكون شخص يتاهل للالعاب الاولمبيه هذا بحد ذاته انجاز. وقت يروح يلعب مثلا مثل تيشاون تلعب بالتايكوندو ضمن افضل 16 بالعالم او 20 العدد اللي هو، انت اوريدي بلدك عم يكون ضمن افضل بالعالم ضمن ال 20. نفس الشيء بالنسبه لري باسيل. هلا الميداليه هي عباره عن تحضير سنين، وانا بسميه 80% نفسي بهالمرحله وتكون شخص مؤهل، و20% قصص الباقيين حظ. كمان في حظ اكيد بيلعب دور كثير مهم. سو نحن هون قد ايه فينا نحن نكون داعمين لهالاشخاص بدون ما ننتقدهم، نكون وراهم ونعم لهم نامن لهم الدعم الشامل وما نوفر عليهم شيء بهالمرحله. هذا اللي مش عم نعمله للاسف يعني. خزنه اللجنه الاولمبيه مختومه بالشمع الاحمر، اللي بيستفيدوا من برنامج التضامن الاولمبي ما قدروا يستفيدوا، يعني الاهل والنوادي والاتحادات اليوم وبعض المجانين انا بسميهم اللي عم بيساهموا بالرياضه. عم بيساهموا اكيد. سو نحن قد ايه فينا نامن لهم دعم، قد ايه رح يقدروا يمثلوا لبنان باحلى صوره، وبدنا نطلب من اللبنانيه حتى لو هدول الاشخاص ما قدروا يجيبوا لنا ميداليه، اوريدي وجودهم بالالعاب الاولمبيه أكيد هو فخر شغله كبيره كثير. اخر سؤال، موضوع نور الدين حديد. نور الدين حديد كان تحت اشرافك عم بيتمرن، اليوم في لتيج كبير او لغط كبير على هذا الموضوع، انه اذا قياده الجيش رح تسمح له بعد ما كان هرب من العسكريه ورجع على لبنان، لكن كيف رح تخلص العمليه برايك ولا منا عندك القصه؟ القصه منا عندي. أنا نور شهادتي فيه مجروحة. نور 12 سنة كان موجود معنا نحن كنادي ككلوب كبرفورمانس فيرست كسبورتس أكاديمي سكول كجمعية كجمعية ليبانيز يونغ تالنتس. نور هو للجيش اللبناني، بس نحن كان في عنا أنا عندي كتير حنان للجيش اللبناني، وين فينا نحن كنا ندعمه كمؤسسة، كنا عم ندعمهم. من الأشخاص كنا داعمينهم الفل هو نور الدين حديد يلي هو تابع المؤسسة العسكرية وغيره. صوتنا ضمن 12 سنه نحن داعمينه للماكسيموم. هلا الظروف ساقبت انه نور وضعه، هو قرر انه ما بقى يسمح له انه يكون بالجيش، هرب من الجيش، وهيدي في عندها عوائب، والعوائب مش عندي نحن، لا عندي ولا عند الاتحاد. انت ولا مستفيد على الجهتين يعني، اذا راح نور في لك فضل، واذا راحت عزيزه كمان اللي هي مرشحه من وراء بعدها كمان عندك. اكيد نحن برهنا اذا بدك كنادي وكاشخاص موجودين بهالمؤسسه انه منطلع الافضل، يعني صار عندنا الاسم الكبير انه منطلع افضل لعيبه، وين في مواهب رح نضلنا عم ندعمها مثل ما دعمنا نور ندعم غيره. في تالنت، في سوبر تالنت. نحن عندنا بلاد سران اكيد باداره استاذ ماريو سارادار وماري تيريز، في فيجن، نحن اتفقنا على فيجن سوا مع بعض انه ندعم اللاعبين المواهب الرياضيه، وعم ينحط سيستم معين بروجرام مع
مثل ما طلع منه نور طلعت منه عزيزة. في مارك أنتوني هلا هو الرانك نمبر 1 بلبنان بتاريخ لبنان. سئيل انه ما قدر تأهل، كان كتير قريب من التأهل. صح. هلا التأهل كمان عنده طرق للتأهل، وهيدا اللي كانت ناقصنا نحن، الدعم الخارجي اللي برات طاقتنا نحن. انا ما في اتواصل مع اتحادات برا، ما في، يعني هيدا منه شغلتنا نحن كنادي. عملنا المستحيل على كل الأصعدة تنقدر نوصلون، وهلا في عنا مشكلة كتير كبيرة انه نور الجيش بانتظار قرار إيادة الجيش. أهلا وسهلا فيك جورج عسيف، شكرا على الإطلالة، وموفقين أكيد الشباب المتطوعين والرياضيين اللبنانيين. مرسي إلي. لكن بريك صغير ومنكون بالجزء الثاني مع المستشار بالقانون الرياضي الدولي المحامي رالف شربل. عودة مشاهدينا لريبلاي، وبالجزء الثاني رح نحكي قانون رياضي دولي، ورح نحلل كاس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا مع المستشار بالقانون الرياضي الدولي ماتر رالف شربل. أهلا وسهلا فيك. مرسي إلي. أول شيء مبروك، ربحت قضية بالبات يلي هي محكمة الاتحاد الدولي للباسكتبول للاعب أمريكاني ضد نادي تونسي. هيدا انتصار للرياضة اللبنانية كمان. خبرنا شوي عن هيدا الموضوع، هي مش أول مرة بتربح قضايا يعني. صح، اكيد يعني انا بعتز انه هذا انتصار جديد نضيفه للقانون اللبناني، القانون الرياضي اللبناني وللرياضه اللبنانيه عموما ايضا، وباكد انه اللبناني بيقدر يتفوق ويتميز يعني على المستوى الدولي، وما بينقصه شيء ليكون يعني اسمك صار معروف دوليا اليوم، ربحان كذا قضيه لنوادي بلبنان وخارج لبنان. صح، الحمد لله. هيدي القضيه شو قديش اهميتها بالنسبه لك؟ أكيد هي يعني قضية أول شيء هاي بروفايل كيس، يعني مثل ما بتعرف لاعب كتير كبير جوليوس كولز كان يلعب مع بطل أفريقيا البال، بطولة البال اللي هي دوري أبطال أفريقيا بكرة السلة، وفاز معهم بالبطولة عام 2022 نادي الاتحاد المنستير التونسي، وكان عنده مستحقات مالية غير مدفوعة، وبالتالي رحنا طالبنا فيهم بالبات وتوفقنا وحكمت البات لمصلحتنا، ومثل ما شفت يعني ربحنا كسبنا القضية، وكمان حكمت له بكل المصاريف القانونية والنفقات وكل الأمور. صح. قدي بيعزز هيدا الموضوع الثقة بالمحامين اللبنانيين يلي بيتعاطوا بالقانون الرياضي الدولي وهن كتير قليل بلبنان؟ لا أكيد أنا دايما كان عندي رسالة أنه ما بينقصوا شيء للعربي ليتفوق ويتميز بموضوع القانون الرياضي إذا كان متخصص، يعني حائز ماجستير بالقانون الرياضي الدولي من أهم الجامعات بهذا المجال بالعالم، بالإضافة إلى إتقانه بطلاقة العديد من اللغات. نحن يعني بلبنان منعتز أنه تريلينجول، يعني عربي فرنسي إنجليزي، هيدا أتو كتير مهم، يعني ميز كتير مهم كمان لللبناني بشكل خاص، وأكيد الخبرة والشغل والشغف والتمرس والنجاحات، يعني هيدي كلها بتأدي انه يكون اللبناني موجود على المستوى الدولي. مبروك رالف، يعني بعرفك صغير، اسم الله عليك صرت بمكان اخر بالرياضه اللبنانيه، وعندك شغف كبير بكره القدم، ومقالاتك بعدني بتذكر تكتب مقالات بعمر صغير. كاس امم اوروبا اليوم اربع منتخبات من الكبار، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، هولندا، بالدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا. كنا أنا وياك ضيوف الزميلة أدمى متى من فترة قبل ما تبلش الألعاب، وكان لنا تحليل لهالموضوع، قلنا أنه في فرق صف أول اللي هن سبعة أو ثمانية معروفين تاريخيا، وكنا عم نقول أنه ممكن يكون في مفاجآت. شو رأيك بهالدومي فينال؟ أكيد الأفيش حلوين كتير، يعني اليوم عندك أربع منتخبات من العيار الثقيل تاريخيا، حتى بس نحكي طبعاً إنجلترا، إسبانيا، وفرنسا وهولندا، يعني كلها منتخبات كتير كبيرة، وسبق لها كلها أنه ربحت بطولة كبيرة، يعني الهولندية ربحوا مرة اليورو، الإنجليز ربحوا مرة المونديال، بس كل واحد منهم ما ربح البطولة الثانية. الإسبان والإنجليز مش ربحين يعني كل شيء، الانجليز مش رابحين اليورو، هن الوحيدين من ضمن الاربعه المتبقيين. صح. اللي ما سبق لهم الظفر بكاس الامم الاوروبيه، وانا وياك بتذكر مع الزميله أدمى رشحنا المنتخب الانجليزي ليفوز باللقب،
وهذا بالاستناد كمان لمشوار المنتخب الانجليزي بالبطولات الكبيره الاخيره، يعني بالسنوات الاخيره وصيف السنه الماضيه البطوله الماضيه صح، وحتى بالمونديال رغم انه خرج من دور ربع النهائي بس قدم كره قدم مميزه وكان من افضل المنتخبات. بس بتعرف دائما في عوامل وبتفرق حسب ضد مين وقعت بربع النهائي. يعني انا مثلا بعتبر المنتخب الالماني ظلم انه خرج من دور ربع النهائي. أنا برأيي كانت المباراة بين إسبانيا وألمانيا وتستحق أن تكون نهائي لأنه هن كانوا أجمل فريقين بهالبطولة لهلا، كانوا أفضل منتخبين وشفنا المعركة الكبيرة بيناتهم قد إيه كانت متكافئة. المنتخب الإسباني أقنع أكثر شيء بهالبطولة أكثر يعني من الهولندي أقنعك؟ أكيد المنتخب الإسباني هو الأفضل بفارق شاسع عن الباقيين يعني والثلاث الباقيين بالبطولة. المنتخب الهولندي هو الحلقة الأضعف بدور نص النهائي وهو إذا بدك الحظ شوي حالفه يعني طبعا بالمباريات يلي لعبها بالمرحلة الخروج المغلوب. بس إذا بدنا نحكي عن الحظ أنا وياك مرشحين إنجلترا بمباراة دور 16 الإنجليز كانوا خارج البطولة للدقيقة 90 صح. الفرنساوية بعد لهلا ما سجلوا هدف إلا من بينالتي وكلها بنيران يعني صح. في الحظ عامل كتير أساسي خصوصا بالبطولات اللي فيها مراحل إقصائية صح. أو مرحلة خروج المغلوب البلاي أوفس يعني بتصير كتير الأشياء يعني في جزئيات صغيرة صح. ممكن ركلة ترجيحية تعمل الفرق من هون يعني انه مش دائما الافضل بيفوز وخصوصي دائما كان يصير مفاجآت باليورو يعني مره الدنمارك ب 92 ل 2004 اليونان المونديال اقل المفاجآت بالهويه البطل يعني بنهايه المطاف. هولندا 88 ايه بس كان في جيل استثنائي كان في جيل يعني صحيح ثلاثي رايكارد خولت وفان باستن وقتها هولندا يعني كان الجيل الذهبي. لا اليوم الهولنديه رح انا اعطي رايي بكل صراحه انا بشوف ثلاثة من أربعة على المنتخبات بتراجع ووصلت يعني فرنسا 2024 أقل من فرنسا مونديال قطر طبعا هولندا 2024 أقل من هولندا مونديال قطر إنجلترا كمان 2024 أقل من إنجلترا مونديال قطر باستثناء المنتخب الإسباني يلي حقق تقدم بهالبطولة وشفنا بروز نجوم جدد وهذا الشيء اضافي كثير كبير صار عنده مجموعه اصابات ومشاكل صح. بمواجهه فرنسا وهي ممكن تاثر على نتيجه صح. المباراه لانه لاعبين من الطراز الرفيع ومن القاده يعني عندك داني كارفاخال اللي شفنا يعني مدى تاثيره كان رجل المباراه النهائيه بدوري ابطال اوروبا وسجل الهدف الاول لريال مدريد وسجل هدف ايضا بهذا اليورو ضد بيدري كرواتيا بيدري كمان راح باصابه بيدري يمكن اسهل استبداله من داني كارفاخال ليه؟ لانه شفنا البديل فات وسجل ومرر اللي هو داني اولمو صح يعني فعلا داني اولمو عم بيخوض طب ما زال حكيت عن اولمو في كثير وجوه جديده بالمونديال وفي وجوه عم تخلص يعني مودريتش كروز رونالدو نجوم عم بيبقى غريزمان في كثير مجموعه من النجوم يمكن هيدي تكون اخر مسابقه دوليه لالهم ويمكن لا بس بالمقابل عم نشوف بتركيا اردا جولر عم نشوف يامال عم نشوف ساكا بانجلترا عم نشوف اولمو باسبانيا وفي غيرهم كمان كثير عم بيبرزوا هل اذا بدك المفارقه بين جيل عم بيروح وجيل عم بيبرز باعمار كثير صغيره ما كنا نشوفها قبل يعني صح. ابن 17 سنه عم يلعب ويسجل بكاس امم اوروبا منا هينه اكيد يعني هيدي اذا بدك من ابرز ايجابيات البطوله انه فعلا في نجوم يافعين بعمر كثير صغير لمعوا وبرزوا وعلى راسهم وبطلعتهم عندك لامين يامال استثناء طبعا انا ما شايف بحياتي لاعب بعمر 16 سنة على هالمستوى العالي عم بيلعب بمسابقة هالقد مهمة وبأعلى مباريات وأهم المعارك منتخبات قوية عم بيتألق فعلا يعني لامين يامال ظاهرة يستحق أن يلقب بالظاهرة كمان في عندك أردا جولر كان استثنائي بمشوار تركيا وله فضل كتير كبير بوصول تركيا إلى دور 8 وكانت عقاب قوسين أو أدنى من بلوغ النصف النهائي يعني تركيا بالمقابل اللاعبين يلي تقدموا بالعمر لازم يعرفوا انه حان وقت الرحيل يعني خصوصا كريستيانو رونالدو نكسه هيدي له نقطه سوداء بمسيرته الدوليه اول بس مسابقه كسر ارقام كبيره يعني كسر ارقام كبيره بس كمان هيدي اول مسابقه كبيره ما بيسجل فيها صحيح. يعني بوقت كان خمس مونديالات مسجل فيهم خمس بطولات امم اوروبا مسجل فيهم هالمره ما سجل خمس مباريات صام عن التهديف أهدر ضربة جزاء خلال المباراة أمام سلوفينيا بالدور 16
كانت مخيبة جدا، ومع أنه كان عنده فريق ممتاز. يعني لو كريستيانو كان بعده بأوج عطائه ما بعرف وين كانت هالبرتغال بتوصل، لأنه عنده عناصر مميزة من الحراسة إلى الهجوم إلى دكة البدلاء. كريستيانو نكسي، مودريتش أنا بعتبر يعني كان قد الحمل بهالموضوع، ما ساعدوا زملائه يعني، وهدف بآخر بالوقت البدل ضايع للمنتخب الإيطالي. يعني بتعرف في ظروف، بس كانت مشاركة جيدة لمودريتش وكروس كمان، يعني رغم أنه ودع من ربع النهائي وكان قريب أنه يتأهل على حساب إسبانيا، يعني فرقت على جول بالدقيقة 119 لميرينو، يعني اللي هو لاعب الصدفة إذا بدك، اللي ما حدا كان منتظر أنه يرتدي ثوب البطل بالمباراة. البدلاء هن اللي صنعوا الفارق يعني مع إسبانيا. على كل حال في لاعب لازم كمان نسلط الضوء عليه، هو نيكو ويليامز. صحيح. اللي هو على الجناح بالميل الثاني، يعني في عندك من ميل لامين يامال والميل الثاني نيكو ويليامز، شيء مذهل اللي عم منتخب الإسباني رح يكون مرعب. خلينا نتوقف مع بريك ونرجع نتابع نحن وياك هيدا التحليل. بريك ومنرجع. عودة للجزء الأخير من ريبلاي مع ضيفنا المستشار بالقانون الرياضي الدولي والناقد الرياضي ماتر رالف شربل. حكينا عن كأس أمم أوروبا، اليوم في مفارقة، المنتخب التلياني بيجي يا بيربح بطولة بيكون مش مرشح لها وما حدا قريه بالعرب الدارج، يا بيخرج بيكون بطل حامل اللقب وبيخرج من الدور الأول. كيف شايف المنتخب الإيطالي بالأول، والألمان أمتين رح يطلعوا من هالفترة السيئة اللي عايشينها برأيك؟ يعني لا شك المنتخب الإيطالي كان المنتخب الكبير اللي خيب الأمال أكثر من أكثر واحد بهذه البطولة، بس هذا الشيء كان متوقع وحكينا بهالموضوع يعني بالحلقة السابقة. ما في عندك نوعية وجودة بهالمنتخب الإيطالي، يعني في مشكلة، في مشكلة بالمواهب فنيا، يعني المناح اللي بقيوا هن اللي من جيل اليورو الماضي اللي فازوا باللقب، يلي هن باريلا، دوناروما، فكيازا، فمشكلة. يعني اليوم دائما اوقات عندك طلعات ونزلات بالمنتخبات حسب الجيل، حسب نوعية الافكتيف تبعهم يعني او الرصيد البشري اللي بيملكوه. ف دور 16 مخيب للامال ولكن منطقية، يعني بظل هالتراجع الكبير للمنتخب الإيطالي وعدم وجود نوعية جيدة من اللاعبين. سويسرا بالمقابل منتخب كتير قوي، underrated، ما أخذ حقه، وكان قاب قوسين أو أدنى من إقصاء إنجلترا كمان. يعني وكمان ما ننسى أنه تعادل مع ألمانيا، وألمانيا خطفت التعادل بشكل أنفس من سويسرا، يعني سويسرا من أبرز المنتخبات بهالنسخة. كان بتوقع أنه أكيد يرجع يمكن يتحسن بقادم السنوات، خصوصي انه على مستوى الفئات العمريه والشباب عم بيعملوا نتائج منيحه، فهيدا الشيء بيطمن. يعني ايطاليا اذا بدك تمرض ولكن لا تموت. الالمان وما الالمان، عوده كروس يعني كانه عوده المنتخب الالماني الى الحياه، رجع حتى الجمهور الالماني متعاطف مع هيدا المنتخب الالماني، رجعت هيدي اذا بدك هالحماس واللهفه على هالمنتخب. كان منتخب جيد جدا، يعني بدنا نكون يعني اذا بدك منصفين، حتى بالمباراه اللي خسرها امام اسبانيا ادى بشكل جيد. مين راح يعوض كروس؟ سؤال كمان يعني لازم ينطرح، لانه كروس صعب تعويضه وعم بيخرج يعني بوقت هو بالقمه بعده. طبعا في مواهب مميزه، عندك فلوريان فيرتس من كمان علامات الفارقه بهال، موسيالا عم يعمل، موسيالا استثناء، يعني موسيالا بعد اهم كان من فيرتس، سجل 3 أهداف بالبطوله. مشكله راس الحربه هيدي كمان لازم الالمان لبطوله المونديال كاس العالم المقبل يكونوا لاقوا لها حل. هل الاتكال على كاي هافرتس كاذا بدك فولس ناين او راس حربه وهمي هو الخيار الامثل، او نرجع على النيميرو 9 الكلاسيكي؟ في عليها ضغط هيدا، خصوصا انه نيكلاس فولكروك منه سيء يعني، كمان وسجل هدفين بترجع لخيارات المدرب بالنهايه، وفرض نفسه يعني. يعني انا بشوف لازم يرجع يعيد حساباته جوليان ناجلسمان قبل المونديال، بس عندهم القدره يشاركوا بقوه
بالمونديال ويكونوا من المنتخبات يعني القوية. خلصوا من لعنة الخروج من الدور الأول بمونديالين ورا بعضهم بهيدي البطولة على أرضهم، قدموا أداء ممتاز نسبة للي كانوا فيه، حتى أفضل من اليورو الماضي أكيد. اللي خرجوا من الباب الضيق أمام إنجلترا بالدور الـ16، يعني في تحسن. أوكي، مين بترشح يربح البطولة بين هؤلاء الأربعة؟ تروح على آخر سؤالين. شوف يعني ترشيح البطولة شيء ومين الأفضل شيء، بتعرف نحن دائما عم نفرق. أنا برجح بعد كفة المنتخب الإنجليزي إنه يفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخه، بعدني من أول البطولة على رأيي، مع إنه أنا قلت لك تفاجأت بإسبانيا إنه بعتبرها هي أفضل فريق بالبطولة. أديان. طيب قصة الفار متر عم تعمل كمان لغط كبير، البعض عم بيقول إنه عم تقتل حلاوة اللعبة، والبعض بيقول إنه عملت عدالة أكثر باللعبة، شو رأيك؟ أنا بشوف عملت عدالة أكبر باللعبة. الفوتبول بلش يفقد من جاذبيته يعني على كذا صعيد، أولاً موضوع التكنولوجيا يعني خلى الفوتبول أكيد يفقد شوي من هالسحر، وصار في إضاعة للوقت، يعني مش سهل التأقلم مع موضوع الفار، مع إنه أنا بحب العدالة وبعتبر إنه إقحام الفار هو يعني من أجل عدالة أكبر، لأنه شفنا الكوارث التحكيمية والمجازر التحكيمية. كانت جزء من اللعبة، كانت حلوة. بس الظلم مش حلو. أوكي. الظلم بشع. يعني أنت مع الفار؟ أنا مع الفار أكيد بدون شك، وبعتبر إنه صارت الفجوة أصغر بين المنتخبات، وحكينا تحت الهواء قد إيه المستوى الفني للبطولة ضعيف. أكيد. مقارنة بغير كل الفوتبول تراجع من ما بقى في لمحات فنية وأداء فردي رائع كنا نشوفه من هدول فنياً النجوم. ما بقى في كتير لاعبين مميزين. تنختم حلقتنا مع ماتر رالف شربيل، كوبا أمريكا بدون البرازيل بالدور نص النهائي، أرجنتين، كندا، أورغواي، كولومبيا. ما كتير عم نقدر نتابعها بلبنان للكوبا أمريكا، لكن بتضل الكرة الأمريكية الجنوبية إلى نكهتها الخاصة، وفي نجوم كبار مثل ميسي مثل غيره أكيد بالمنتخب الأرجنتيني، فينيسيوس كان بالمنتخب. كندا مفاجأة كانت، ما بعرف شو رأيك بهالكوبا أمريكا؟ لا أكيد أول شيء مستوى يعني الفوتبول اللي عم يتقدم بكوبا أمريكا لا يقل شأنا عن اللي عم نشوفه باليورو، هذا الشيء أكيد. والبطولة صعبة جدا يعني من الناحية البدنية وحتى فنيا، يعني بنعرف المنتخبات مثل الأورغواي والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين قد ايه مميزين وعندهم يعني أبرز النجوم عم بيشاركوا مثل ما تفضلت وسميتهم. البرازيل هي خيبة كبيرة وما كان متوقع منها أصلا إنها تفوز باللقب، لأنه في تراجع واضح بالمنتخب البرازيلي بالسنوات الأخيرة، النكسة تلو الأخرى، يعني ما بعرف الحل كيف رح يكون وأيمتى، وتغيير مدرب بعودة نيمار، يعني الموضوع البرازيلي فعلا معقد جدا وخيبة أمل. المنتخب الأورغواياني بالمقابل منتخب كتير قوي، والمنتخب الكولومبي، هول المنتخبين كتير تقدموا وتطوروا بهالنسخة، عم نشوف أداء استثنائي. والأرجنتين بتضل الأرجنتين. والأرجنتين بتضل المرشح رقم واحد، وبعدها محافظة، وبعدها يعني فريق متوازن وبيعرف يربح، وبعدها هي المرشح للسفر باللقب. أنا بدي أتشكرك رالف شربيل على وجودك معنا اليوم وإطلالتك، بتشكرك على حضورك وعلى هالمعلومات اللي أعطينيها للجمهور، أهلا وسهلا فيك. مرسي مرسي. لكن هذه كانت حلقتنا مشاهدينا، أنا بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، إلى اللقاء.